هو سؤالنا طبعا، أول سؤال اللي عايزين تعريف حضرتك بتاريخك في الشعر وفي أعمالك الأخرى. أنا بدأت كتابة شعر من سن صغير جدا، نشرت كمان الفصحى في وقت مبكر جدا، يعني مثلا إن قصايدي مقومة اتنشرت في الصحف ما بين سنة 53 54، كان 54 يعني كان عندي 12 سنة ونشرت بفصحى. بفصحى، ولكن دي بدايات الجونة الفصحى لحد سنة 57. في سنة 57 توقفت عن كتابة تماما، وفي سنة ورجعت 3 سنوات متوقف تقريبا تماما عن الكتابة، عشان رجعت بكتب بالعاميه. حصلت نقلة يعني؟ حصلت نقلة، ما أسبابها المتعددة بها. عايزين نعرف أسبابها يعني، ده خلاص تاريخ يعني. أسبابها جزء أساسي من السبب اكتشاف جماليات العمل، جماليات قريت أنا قريت مقدمة لكتاب دكتور لويس عوض، أنا فاكر كنت ساكن في شبرا، بروح أمشي لدار الكتب، وكان صعب تلاقي كتب خصوصا من كتاب مطبوع في الأربعينات فمش موجود، اسمه موتو مان اسم الكتاب، ومقدمة هذا الكتاب هي شيء مذهل، مقدمة الكتاب ومقدمة صغيرة لكن فيها اكتشاف لجماليات العامية مثلا. زائد أسباب سياسية، يعني ممكن يبقى سبب سياسي في وقتها إنه الوصول إلى الناس بشكل جماهيري يعني واسع، جماهيري واسع، وأنا متعني تحفظ المسألة دي إنك تقدر تصل إلى الناس بأي وسيلة أنت عايز توصل. شعر فصحى ايضا يصل للناس، وشعر عامية ممكن ما يصل للناس رغم انه بيكتب. فديت يعني دي مساله الان عندي تحفظ شديد عليها، انما بالتاكيد انه احنا بنحب بنفكر نحمل حاجه بالعاميه. وبالنسبه لي زي ما انا قلت في منشور في قافلة الشعر الأفريقية في مقالي دي كانت فين يعني لسه قافلة الشعر عملناها، ابتدينا من جزيرة جوريه ومشينا حتى تومبوكتو، وفرق بين قافلة الشعر ومهرجان الشعر حاجة ثانية خالص. ده ممكن نصل إلى نتكلم عن قافلة الشعر، إنما بس عشان تاريخ الشعر انه انا قمت في هذا المقام انه الشعر الشفوي هو الجلد الثاني من بني ادم في مصر، لانه الطفل يولد واول ما الطفل يولد يسمع اغاني، يبقى في السبوع والسبوع كله اغاني، في غناء كثير جدا. بعد السبوع الام بتنيم الطفل كل يوم بتغني له، فبقى في غناء الطفل بيكبر شوي بيلعب ففي اغاني من اللعب، بيكبر او البنت كمان في اغاني من اللعب، الطفل او نقصد بالطفل ولد وبنت، فالطفل يكبر اكتر يروح المدرسه او يروح كان عمل ففي اغاني من العمل وكل انواع العمل، الطفل هيكبر شويه هيقع في الحب ففي اغاني من الحب، مش بس اغاني من الحب، الأغاني من كل الخطوات، يعني من أول الخطبة ليها أغاني غناء معين، الحنة ليها أغاني، ليلة الدخلة ليها أغاني، وهكذا أغاني معمل المتنوعة والمختلفة، حتى أغاني الري مختلفة، لو قاعد على الطنبور غير على الشريف غير على السائل،
وكل ما حاجه فيهم ليها غناء مختلف، لانه طول البيت او قصره حسب الحركه. فلو انت بتعمل حركه مع شريف وقاعد طول الليل بتعمل كده بتنقل الميه بالشكل ده القديم، فانت بتعمل موال طويل وبتغني. لو بتشتغل فقط عن الساقيه طلع الشريف حاجات صغيره جدا، فاغاني العمل مختلفه، اغاني كله غناء، الناس البنايين تمشي في الشارع وهم بيغنوا هم. فالغنى في كل مراحل الحياه موجود غناء، الناس بتروح تحج في غناء تخمير الديني، وفي حتى اخر لحظه في عمر الانسان وهي الموت ففي العتيد. فاذا الشعر الشفوي ده هو جلدنا الثاني، يعني في طبقه ثانيه على الجلد هي الشعر. والشعر الشفوي اللي عايش في ذاكره الامهات والجدات والاجداد والجدود طلع اندثر كده، ما زال موجود، دخل في حاجات اخرى انما ما زال موجود، بيتغير انما ما زال موجود. في مناطق ثانيه من العالم تاريخ الناس كله موجود في الشعر. فاذا هنا ان العاميه بتلعب دور مهم في حياتنا تماما. فانا بدات كتابه تاني بالعاميه، وابتديت انشر، نشرت اول قصايد سنه 62. النشر مش الكتابه، نشرت، ابتديت انشر في سنه 62 القصايد بتاعتي. في سنة 64 كان في محاولات، وده مكتوب في مقدمة الطبعة الثانية، الطبعة الثانية من وش مصر، في مقدمة بقوم فيها قصة هذا الديوان مع الرقاب. بتتكلم بس انه سنوات 64 و66 و68 و70 قدمت ديوان وش مصر للرقابة، وفي كل مرة كان يرفض. الرقابة وقتها ما كنتش تقدر تروح تطبع، النهاردة في نظام طويل جدا للكتاب والمثقفين غير القوانين، ما نزلتش كده من السماء، في تغيير. فانه عشان تطبع كنت بتودي نسختين انا كاتبة او ما كانش فيه فوتوكوبي وكده وبتاع، فبتودي نسختين الى الرقابة بيعدموا نسخه ويحتفظوا ويسلموها لنا مختومه صفحه صفحه. من غير هذا الختم مفيش اي مطبعه تاخد منك، حتى وانت على حسابك، مفيش مطبعه تاخد منك الكتاب عشان تطبعه، تغلق المطبعه يعني كتير، فمش ممكن. وبعدين تروح تطبع ما توزعش، تاخد مطبعة تسلمك 10 نسخ تروح تدهنهم يشوفوا عملت التعديلات اللي قاموا عليها ولا لا. إذا لا ما توزعش، يصادر الكتاب، ما تاخدش إذن توزيع. هذه الإجراءات الناس ما تعرفهاش، إنما ده اللي كان بيتم. برغم إنه في الفترة دي أنا نشرت في الصحف كلها، كنت بقول قصايدي في الراديو، كنت بقول في كل الندوات، والندوات كانت كل يوم في مصر. كويس؟ واخدت جايزه مهمه في شعر العاميه في مهرجان اول واخير للكتاب اللي عقد في سنه 69 في الزقازيق. كويس؟ فاخدت جايزه شعر العاميه، وانا قدمت للجايزه سلخ او بروفات الكتاب ديوان وش مصر. وش مصر ومع هذا رفض. تمام. يعني واخد جايزه عاميه وكله وما قدرتش انشره. اتنشر لما حصل نوع من تغيير النظام في 71، بعد ما هي 71 حصل نوع من المخبطه، فقدمته وخدت موافقه في اواخر 71 في الوقت اللي احنا كنا مشهورين جدا بحركه الطلبه. فالديوان كان بيطبع في المطبعه، وانا اتقبض عليا من الجامعه في يناير 72 المجنة الوطنية كده.
ويا دوبك خرجنا كان الكتاب خلص.